السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم جميعا انا في الجزئيه بتاعه المحاضره بعد انتهاء مس سلوى خطاب وشرحت التيمز لحضراتكم معانا مهارتين المهاره اللي انا هبدا فيها النهارده معاكم باذن الله اللي هي المهاره رقم اثنين اللي هي مهاره بناء المعرفه. وان شاء الله بعد الانتهاء من المهاره الخاصه بيا هيكون معاكم مستر شحاته او احد المدربين المتواجدين لشرح المهاره الثالثه لليوم ده يعني باذن الله وبرضو برحب بكل فريق مايكروسوفت سوهاج وكل الساده الحضور فاهلا وسهلا بكم جميعا كل اللي بطلبه بس من حضراتكم آه عدم آه فتح المايكات، عدم آه التدخل، وانا زي ما قلت لحضراتكم آه الفريق بتاعنا متواصل لو في اي مشكله بهم اللي هم بيتصلوا بيا ويتواصلوا معايا. آه اي حد مش ظاهر عنده العرض او الصوت عنده مش واضح آه هو كده المشكله دي بتكون مشكله فرديه ممكن يخرج من الاجتماع ويعاود الدخول آه مره ثانيه. نبدا على بركه الله تعالى في مهارتنا اللي هي زي ما قلنا مهاره بناء المعرفه وزي ما هو معروض قدام حضراتكم المهارات انا عندي ست مهارات كنا شرحنا في اليوم الاول مهاره من المهارات والنهارده هنتكلم عن مهاره بناء المعرفه بناء المعرفة نحن عاوزين نتعرف ايه معنى يعني بناء المعرفه او ايه المقصود ببناء المعرفه وهي قلنا مهاره من من مهارات القرن الحادي والعشرين إيه نحن نعلم وعلى علم جميعا انه المعلومات والبيانات والمصادر البيانات او مصادر المعلومات من السهوله جدا ان انا احصل عليها كان قديماً أننا نحصل عليها من خلال إما الكتاب المدرسي للطالب أو الكتاب للمعلم أو التلميذ كان يحصل عليها من خلال الشرح المعلم وكانت بتنتقل المعلومات دي أو البيانات والمعارف من خلال المعلم للمتعلم دي كانت في العصر القديم لكن حاليا في التكنولوجيا وثوره الانترنت ووجود الشبكه العنكبوتيه ووجود السيرشات وحركات البحث انا يمكن دلوقتي ان انا بكل سهوله اني احصل على اكبر قدر ممكن من خلال البحث والاتصال بالانترنت يعني من السهل تجميع اكبر قدر من المعلومات بكل سهوله وبكل بساطه لكن أين نحن من بناء المعرفة؟ والمقصود ببناء المعرفة ليس هو الحصيلة التخزينية للمعلومات والبيانات. إنما اللي نحن في حاجة إليه اللي هي المهارات. تمام؟ نحن كل اللي بنحتاجه إن أنا عايز أعد أقوم بإعداد طالب أو متعلم مبدع ومبتكر وليس مجرد حافظ للمعلومة لأنه دلوقتي أصبح من متطلبات القرن الحادي والعشرين تطوير المهارات وتزويد المتعلم بهذه المهارات زي طبعا مهارة الإبداع والتفكير الناقد وحل المشكلات والتواصل والتعاون وإحنا حقيقة في الوطن العربي والشرق الأوسط خاصة يعني بنفتقد لتلك المهارات فعندنا الطلبة بشكل عام عندها كم رهيب من المعلومات ومن الساعة التخزينية والمعلومات والبيانات حافظ حفظ يعني زي ما بنقوله 100% أو حفظ دقيق جداً ولكن ينقصه ازاي يوظف او يطبق هذه المعلومات والبيانات الموجوده عنده في المجال او المجال اللي هو احد المجالات سواء الحياتيه فهو للاسف الشديد لا يستطيع تطبيقها كمان بنلجو ان تصنيفات الدول العربيه بصفه عامه يعني بنلجوها عالميا في ادنى المستويات لان هناك مقاييس عالميه بتقيس الطلاب وبتوضع عليهم نماذج امتحانات بناء عليها بيتم هذا التقييم هذه الاختبارات والامتحانات ما بتعتمدش طبعا على مجرد المعلومات والبيانات الموجوده عند الطلبه فبذلك الطلبه عندنا بيحصل عندها اخفاق في الاجابات وده اللي هو بينزل الترتيبات العالميه اللي الطلاب عندنا في الوطن العربي بصفة خاصة يعني طبعا لا شك ان انظمة التعليم القديمة كانت زي ما قلت بتعتمد على الحفظ والتلقين وبلا شك اصبح النظام القديم ومخرجاته لا تواكب عصر التكنولوجيا والعصر الحديث ونحن عارفين الانطلاق الدول الغربية وامريكا والدول المتقدمة والصين واليابان والى اخره كلها طبعا فاتتنا بمراحل شاسعة ما نقدرش نعمل أدنى مقارنة بيننا ما بينهم للمواكبات أو ما وصلوا له من منتجات وإبداعات لذلك كانت هناك رؤية والتي أطلق عليها رؤية 2030 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولا سيما في مصر عندنا حيث تم إعداد نظام تعليمي جديد واللي هو أطلقوا عليه Education 2.0 واللي هو يعني بدأ بداية في من سنتين وبدأ عملوا تعديل للأنظمة سواء في المناهج أو في المحتويات أو في الأنشطة التي تخدم المحتويات وكمان عملوا تدريبات للمعلمين وعملوا دراسات موسعة لكيفيه توظيف المهارات والتفكير والمستوى المستويات العليا من التفكير واستخدام المهارات الحياتيه وتوظيفها والبعد عن النظام التلقيني وكان الهدف هو الفهم والمعرفه والتطبيق. ده نلاحظه ونلمسه في النظام التعليمي الجديد وتم تدريب المعلمين على هذه الأنظمة حتى يستطيع أن المعلم يقوم بإخراج ما هو مطلوب لرؤية عشرين ثلاثين حتى أننا أطلع طالب أو متعلم أطلع مبتكر ليس مجرد أنه هي شهادة في النهاية وياخدها وملقاش وظيفة وزي ما احنا عارفين انه البطاله دلوقتي حاليا كل ملهمة بالزيد والشهادة أصبحت مجرد شهادة ورقية لكن صاحب الشهادة هل يستطيع أن يوظف بعض المهارات أو ما تم تعليمه من قبل في دراسته سواء في المراحل انتهاء بالجامعة طبعا من الصعب أن تجد واحد بيوظف هذه المعلومات لأنه هو أخذها عبارة عن تلقين وحفظ وكل الهدف بتاعه أنه هو يدخل الامتحان يجاوب على الاسئله المعطاه ويطلع بي بي بالنجاح اللي هو يعني يحقق الفكره ان هو ينجح فقط ولذلك حتى في الوزير التربيه والتعليم عندما اشار لطلاب الثانويه العامه في احد كلماته لما قال انه الامتحان او الاختبار اللي هيجي للطالب بتاع الثانويه العامه هيكون مش موجود في الكتاب لكن هو اساسا من الكتاب يعني هو من الكتاب لكن مش موجود والفكره ان انا بديك حاجات انك انت تفهمها وتبدا تطبقها وتعمل مخرجات جديده وثيقات جديده ودي كل الفكره بتاعه المنهج الجديد عاوز يخلق في في المتعلم روح الابداع روح التفكير حل المشكلات زي ما قلنا وكل المهارات التابعه طبعا هي المهارات مش ست مهارات بس لكن كل مهاره بتجد ليها مهارات فرعيه تندرج من من تحتها وده معروف زي ما قلنا في الصفوف الاولى اللي هي بدات فيها التعليم وبدات برضو بمرحله الثانويه والتطبيق الجديد ونزول التابلت والاستغناء عن الكتب الورقيه والى اخره كل ده عمليه عمليه تغيير الانظمه التعليميه القديمه اللي هي مرت عليها فترات طويله جدا وهي آه ثابتة لم تتغير ولم آه تحدث فكل الفكرة زي ما قلت لحضراتكم إن آه نحن عم عم عاوزين نعمل آه آه نخلق مهارات وابتكارات آه للمتعلم تمام طب بناء المعرفة هنتطرق لبناء المعرفة بناء تكون التعريف بتاع بناء المعرفة هو اعادة انتاج ما تعلمه الطالب، هو اعادة انتاج ما يتعلمه الطلاب. المعنى بتاع بناء المعرفة أو المطلوب من المتعلم أو من الطالب أو الدارس، هو كل الفكرة إن أنا مش مجرد إن أنا بعطيه عبارة عن معلوماته بينتهي يحفظها، لا، الدنيا دلوقتي اختلفت كل المطلوب حاليًا إن أنا بطلب من الطالب ان هو يعمل لي اعاده تدوير او اعاده انتاج ما تعلمه اللي اللي فهمه اللي وصل ليه بيديني افكار جديده وده اللي هو بيتطلب المهارات التفكير والابداع عشان خاطر انا لما فرضا لما اديله مثال على مشكله وحلتها تمام المفترض انه الطالب كده هنا في الامتحان ايه اللي بيوجع فيه اللخبطه ان هو في الامتحان عاوز نفس المشكله نفس الصياغات بتاعت المشكله عشان يجاوبوا بالحل اللي هو حافظه من الكتاب لكن انا هديك مشكله مختلفه نهائيا لكن انت عندك المفروض فهمت خطوات الحلول وانت بتطبق اوتوماتيك وبتمارس الحاجه دي زي الحاجات اللي انت درستها نظريا مثلا في في الكتاب الدراسي تيجي في الواقع الفعلي والحقيقي العالم الحقيقي تيجي توجع وما تعرفش انك انت تتجاوب ويه انك انت تحل المشكله دي فده كله لعدم بناء المعرفه فيبقى انا عندي الهدف من بناء المعرفه ان انا اطبق ما درسته اطبقه على الجانب الحياتي بتاعي فانا عندي بعد كده متطلبات بناء المعرفه بناء المعرفه عشان عشان تكون المعرفه عندي او المعلومات اللي وصلت ليا يجب علي ان انا اكون عندي القدره على تفسير المعلومات، على التفسير للمعلومه، يعني انا لما اخذ المعلومه ما اخذهاش حفظا المعلومه دي وصلتني كده، ده انا لازم افسرها يعني يعني إيه، تفسير ماذا تعني هذه الكلمه؟ ما ما مدلولاتها؟ تمام؟ فانا باخد سواء في اي طبعا ماده سواء كانت رياضه او علوم او دراسات او لغه عربيه او انجلش او اي ماده لازم ان انا بيكون عندي تفسير لهذه المعلومات والافكار. كمان انا في حاجه عندي ثانيه اسمها التحليل تمام؟ يعني ممكن مثلا انا كلغه عربيه ممكن انا هأولها عندي نظام التحليل إيه، أنتم عارفين طبعًا إيه الكلمات اللي هي عندنا إيه كانت في القرائية اللي هو تحليل الكلمات إلى مقاطع صوتية. فببدأ عشان خاطري يفهم التلميذ عندي ببدأ أحلل الكلمة وأعملها إلى مقاطع صوتية إيه دي ك كمرحلة وبعد ال ال ما أعمل لها عملية التحليل وتوصل للطالب بعمل لها عملية توليف أو اللي هي المقصود بها التركيب. يعني ببدأ أركب إيه حللتها إلى أجزاء ثم ببدأ أركبها. مره ثانيه فبتكون سهله يكون التلميذ او المتعلم عرف ازاي ان هو يحللها او يقطعها ثم عرف ازاي يقوم بعمليه التركيب للكلمه بعد كده اللي هو التقييم ان هو يقيم المنتج او يقيم دي وكمان مثال تاني مثلا على مشكله انا لو عندي مشكله موجوده من الصعب لا يمكن حل هذه المشكله دفعه واحده يعني واحد عم جاب لي قصه ان هو مثلا متخانق مع المدير بتاعه تمام فبيدخلك في قصه طويله انت عاوز تحل المشكله فما انا ما احل المشكله كده الا اذا قمت بتحليل المشكله يعني القيام بعمليه تجزئه لهذه المشكله وابدا اعملها عمليه عناصر للمشكله واسردها علشان اعرف كل مقطع في المشكله ده ايه الحل بتاعه ويكون في سهوله ان انا كل جزئيه من المشكله اقوم بايه؟ بعمليه وجود حل لهذه المشكله الفرعيه، يعني بقسمها الى فروع، وبعد كده باخذ الحل المتكامل بتاع المشكله كلها، وبعد كده بعمل عمليه تقييم لهذه الحلول. دي كل الفكره بتاعت متطلبات بناء المعرفه. يعني هو عاوز يعمل لي عمليه انخراط في التعلم العميق ما يبقاش هو عباره عن تعلم سطحي فعشان كده بيطلب منه ان هو يتعلم التفسير البيانات والحاجات المطلوبه دي وهندخل عليها برضه نتعرف عليها بصوره اوضح هدخل على حاجه عندي في بناء المعرفه اللي هي دايما بتعتمد عليها اللي هي شجره قرارات بناء المعرفه واللي قلت انا في الامتحانات الخاصه بال. سي <applause> انا شيرت انا عندي اللي هي شجره القرارات واللي هي دايما قلنا في الامتحان اللي بيكون في الام سي اي اللي هو بتروح في الاكاديميه او في مركز التطوير انك انت بتعمل الامتحان عليه. وطبعا بتحصل على الدرجات بتاعتك فيها لك الشهاده المعتمده فده بيكون عندي نماذج من الاسئله بتعتمد على حاجه اسمها شجره القرارات لبناء المعرفه وكل مهاره من المهارات السته اللي هم سواء التعاون او مهاره التواصل او اي مهاره من المهارات اللي هي بتمر بينا بيكون ليها شجره قرارات خاصه بيها المفترض ان انا اعرف ايه هي شجره القرارات دي واعرف ايه هو المطلوب وازاي اجوم بالحكم على السؤال اللي بيجيني وبيقول لي هل ده تبع اي مستوى او تبع اي ترميز من الانشطه فده بيكون كله في شجره القرارات عشان احكم على السؤال اللي بيجيني لازم أكون فاهم شجرة القرارات دي وأكون فاهم إيه المقصود منها وإيه المطلوب منها عشان تكون الإجابات بتاعتي كلها صحيحة بإذن الله طيب أنا عندي الخطوات هو عمل لي هنا في شجرة القرارات عمل لي خمس تصنيفات أو خمس رموز أو خمس مستويات أيا كان المسمى بتاعها وبيقول لي إزاي أحكم على كل مستوى من المستويات دي وازاي ان انا احطه هل هو مستوى رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة المستويات دي موجودة في الكتب الدراسية يعني ايه الافادة منها او ليه هو عطاني شجرة القرارات دي هو عاوز يوريني ان الانشطة الجديدة او اللي هي موجودة في الكتب الدراسية الجديدة اللي هي بتتكلم طبعا عن الدول الغربية او الدول الخارجية اللي هي نحن قلنا بدأنا انه احنا نغير الانظمة التعليمية ونبدا نواكب فهنلاقي الانشطه دي بتخدم الخمس مستويات يعني كل نشاط بيخدم مستوى معين من المستويات دي بحيث يكون جميع المستويات التلميذ او المتعلم قادر على يعني قادر على الالمام بكل المهارات والحاجات دي طيب هو بيقول لي لو عطاني سؤال ويقال لي هل آه هذه المسألة أو المثال هل هو يخدم آه أو يتطلب بناء المعرفة أم لا فإذا كانت السؤال عندي هو مجرد أنه مثلا معلم آه أعطى المعلومات للتلاميذ واستمعوا إليه طيب هل هنا ويوقف كده ما فيش أي حاجة تاني هل هو هنا عمل بناء معرفة طبعا بالتأكيد لا لأن هو مجرد أنه هو أعطاهم معلومات والطالب سمعها وانتهت القصة خلاص ما فيش أي آه آه بناء معرفة فيها فبكده ده أنا بعمل له الترميز رقم واحد يعني هو في المستوى رقم واحد لكن المعلم ده بقى إن هو شرح ليهم تمام وعمل عملية تفسير وتحليل والكلام ده وكان عندي المطلب الرئيسي إن هو يعني توليد الافكار او صياغتها بصياغه جديده فهنا بيكون نعم يبقى هو كده لبى رقم اثنين المستوى الثاني انا شجره المعرفه دي هوريها لكم كمستويات في جدول اسهل من الشجره نفسها دي يعني هوريكم العرض بتاعها دي انا عملتها كمستويات ووريت ان هو كل رمز او كل مستوى والمدلول القاعده بتاعته لان هو بيجيب لي القواعد دي وبيجيب لي المستويات بتاعتها وممكن يديني دي سؤال ويقول لي حدد أه الحاجات دي هل تنطبق على اي قاعده من القواعد بتاعت او اي مستوى من مستويات القاعده فانا أه جبت لكم أه شرح ابسط من الشجره الموجوده عشان خاطر أه نكون أه ملمين بيها. انا هبدا من تحت القاعده مش هبدا من رقم واحد، هبدا من رقم خمسه هشوف رقم الرقم خمسه ده ايه المستوى اللي 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 بيحججوا ونبدا ننزل تدريجيا الى ان نصل لرقم واحد. لانه رقم خمسه ده بيكون هو الشامل والكامل تمام؟ يعني انا هبدا من الكل الى او من الاكبر الى الاصغر. طيب انا عندي هنا رقم خمسه بيقول لي المطلب الرئيسي لبناء المعرفه تمام؟ المطلب الرئيسي لنشاط التعلم يعني معنى النشاط اللي هو ما يقوم به الطلاب والطلبه طبعا نحن زي ما عارفين في النظام الجديد كل كل مغلب او معظم الكتب بتعتمد كلها على الانشطه العديده يعني ممكن تلاقي درس بسيط جدا لا يتعدى صفحه واحده وتلاقي عليه حوالي سبع ثمان صفحات عباره عن انشطه واسئله خاصه أنا فانا عندي المطلب الرئيسي قلت زي ما قلت اللي هو بناء المعرفه. وبناء المعرفه ده عشان يتحقق لازم يكون في تفسير وتحليل زي ما قلنا وتركيب او او تجميع وتقييم للمعلومات ده المقصود بنشاط التعلم تمام او اعاده ما ما, ما تعلموه يتطلب كمان في المستوى الخامس ده لازم النشاط ده بيتطلب تطبيق المعرفه في سياق جديد تطبيق المعارف في سياق جديد ومعنى في سياق جديد يعني انا لما قمت بعمليه تجربه معينه او شرحت حاجه معينه تمام المفترض ان ان الطالب ما يعملش نفس التجربه دي عشان يكون هو كده فهم ونجح او عمل انجاز لا هو ده المفترض انه بيعمل لي حاجه جديده سياق جديد مختلف انا كونت عنصرين استخدمت حاجتين معينين وطلعت بيهم منتج المفترض انه الطالب مش بيستخدم نفس النوعيتين او الحاجتين اللي انا استخدمتهم عشان يطلع لي منتج، لا ده هو المفروض بقى ان هو يعمل سياق جديد مختلف تمام؟ يبدع دي مهاره التفكير والابداع اللي بنقول عليها، فلازم يكون تطبيق المعرفه في سياق جديد. كمان في المستوى ده بيقول لي ايه؟ البناء المعرفة يعتبر متعدد التخصصات يعني حتى عندنا في في الصفوف الاولى الصف الاول زي ما قلت عندنا ماده جديده اسمها متعدد التخصصات تمام او بيطلق عليها المتعدد او الباقه او زي ما بيطلق عليها باكثر من لفظ ومعناها انه هي ما بتبقاش داخله في ماده واحده ده بتبقى ملمه باكثر من ماده في نفس المحتوى او المنهج او الدرس اللي انا بشرح فيه يعني واخده من جميع الاتجاهات آه مثالا على ذلك مثلا لو آه رحنا لاي درس آه كمثلا آه السياحه في مصر آه درس ده مشهور بيكون في الصف الرابع او الخامس الابتدائي عندنا آه لو نظرنا الى الدرس ده هو تصنيفه جاي في ماده اللغه العربيه تمام لكن لو بصينا للمنظور بتاع الدرس والمحتويات بتاعه نلجا ان هو في الدرس بيذكر لي وليكن حدود مثلا وليكن الاسكندريه وبيديني الحدود بتاعها ان هي تطل على البحر الابيض المتوسط تقع في المكان الفلاني او الى اخره بيديني حاجات جغرافيه كمان بيديني معلومات تاريخيه من اشهر المتاحف او القلعات الموجوده فيها او الى اخره كده دخلني في الناحية التاريخية كمان ممكن يديني مسائل حسابية من داخلها ويقول لي التواريخ أو أحداث حصلت سنة كذا وكم فترة مضت عليها وكم عدد الزائرين اللي زاروا المتاحف هذا العام وكان عدد الزائرين العام اللي قبله والفرق الزائرين بين الشتاء والصيف كل ده دخلني في مسائل رياضيه وده لو نذكر حضراتكم بالابحاث اللي كانت مطلوبه في الصفوف كان بيطلب منه انه هو يقدم بحث يكون متعدد يعني بيخدم جميع التخصصات او المواد الدراسيه عنده وده كان الشغل الهدف اللي هو بتسعى دايما للوزاره في ابداع الطلبه تمام وده اسمه متعدد التخصصات ده المفهوم بتاع متعدد التخصصات يبقى انا عندي المساله او السؤال اللي بيجيني بيكون يخدم فرعين مختلفين يبقى ده اسمه متعدد التخصصات يعني جايب لي لكن لو جاب لي التاريخ والجغرافيا مثلا ده اسمه مش متعدد التخصصات لانه هو التاريخ والجغرافيا دول تبع مظله الدراسات الاجتماعيه فده ما اسمهوش متعدد التخصصات جاب لي مثلا في فرع اللغه العربيه وادب ونصوص ومعنى الكلمه و تمام الكلمات والكلام ده كله ده ما يعتبرش متعدد تخصصات ليه؟ لانه هي الفرع يعني الماده نفسها دي فروع لنفس الماده ما جابش حاجه جديده او تدخلني في حاجه مختلفه لكن زي ما قلت لحضراتكم الدرس نفسه بتاع اللغه العربيه لما اخذت السياحه وجاب لي مثلا دراسات اجتماعيه جابها لي يبقى كده في متعدد التخصصات ده خلي مساله رياضيه ده بيجي واكثر من متعدد ما بجيش كمان مدتين بس فقال لي اجل حاجه ان يكون مشتركه اجل حاجه عندي في متعدد التخصصات ده ان يكون خادم مادتين تمام يتضمن نشاط التعلم اهداف تعلم في اكثر من موضوع واحد يعني المواضيع الموضوع السياحه اللي بنتكلم فيه ده جاب لي اكثر من موضوع ده ما بيتكلمش عن موضوع وحداني ده هو جاب لي اهميه السياحه وجاب لي اهدافها وجاب لي الدخل القومي وجاب لي كل البيانات آه كلها في درس واحد ان ان اديت الدرس ده اللي بتاع اللغه العربيه يقول لك لا ده لغه عربيه تخصصي اديت له بتاع التاريخ يقول لك لا ده تبع التاريخ يخدم جميع المجالات فده المقصود بايه بمتعدد التخصصات طالما وجدت كلمه متعدد التخصصات في السؤال اللي بيجيني او بيطرح عليا او المساله اللي بلاقيها في الامتحان اوتوماتيك بطلق عليها انه ده المستوى رقم خمسه تمام هن... هنطلع بقى للاجل شويه المستوى الرابع هنلاقي نفس الحاجات دي كلها ما اختفاش معانا غير كلمه ايه متعدد التخص... التخصصات او الاختصاصات هو ده الوحيد الفرق الوحيد اللي هو مش موجود يعني هو ده المعيار اللي نقص منها فهو شمل كل الكلام اللي قلناه ما عدا عن متعدد التخصصات هو اللي مش موجود من داخلها لكن هو في تطبيق معارف في سياق جديد تمام لكنه ما تضمنش مواضيع متعددة هو ثابت على موضوع واحد فقط يخص اللغة العربية دون التطرق إلى موضوعات تانية مختلفة فلذلك هو أصبح في المستوى الرابع لكن بيتطلب التفسير وبيتطلب التحليل وبيتطلب كل الأمور اللي احنا ذكرناها في المستوى الخامس فلذلك هو تم ترميزه برقم أربعة طيب رقم ثلاثة كان لي رقم ثلاثة اللي هو نشاط التعلم اللي هو معروف برضو بناء المعرفة تمام لكن لا يتطلب التطبيق في سياق جديد هو يعرف الفكرة ويعرف التجربة ويطبق نفس التجربة هي هي اللي خدها من المعلم لكن ما بيعملهاش في سياق جديد يعني أنا الـ الـ وليكن المعلم عمل لي إزاي أزرع النباتة دي أو الشجرة ديّة في فناء المدرسة بتاعتي تمام فأنا خلاص تعلمت التجربة وشفت قدامي وشاهدتها أنا روحت البيت رحت عندي في الأرض رحت زرعت عندي هل هنا في اختلاف هل في هنا في سياق جديد حصل؟ ما فيش أي اختلاف، أنا خدت نفس النبتة وخدت ونفس الأرضية ونفس التربة، ما فيش أي اختلاف ده يبقى كده ما فيش سياق جديد للمعرفة بتاعته. تمام؟ فكده أنا عملت نفس الستايل أو نفس الفكرة اللي عملها المعلم وقمت بيها ما فيش تطبيق في سياق جديد، تمام؟ فهنا بتاخد المرتبة رقم ثلاثة هطلع للمرتبة الأجل اللي هي رقم اثنين اللي هو كل الفكرة عندي في بناء المعرفة إن أنا أعرف أفسر وأحلل فقط أعرف أفسر وأحلل غير كده مفيش معرفة يعني مجرد معلومة رددها المعلم وأنا حفظت أو اللي بنقوله إيه الحفظ والتخزين بتاعي اللي هو ما بناء معرفة ولا تفكير ولا أي حاجة غير إلا مجرد إن أنا حفظت معلومة لماذا كذا لأنها كذا خلاص مجرد حفظ وتلقين هنا ده اللي بنقول عليه اللي هو المستوى رقم واحد دي بالنسبه للمستويات اتمنى تكون الـ الـ القواعد ويعني واضحه ومبسطه لحضراتكم طبعا ده الشرح الكلام ده انا كله شرحته لحضراتكم اللي هي المستويات اللي هي اللي قلنا عليها التفسير والتحليل والتركيب والتقييم ده كله انا ذكرته لحضراتكم اللي هي المستويات بتاعتي تمام هدخل على جزئيه انا عندي نظام الامتحانات عندي نوعين من الامتحانات عندي على موقع مايكروسوفت اللي هو مركز المعلمين لو انت مشترك عليه بيجيب لي كل المهارات زي ما خدنا قبل كده في وشرحنا على المهاره بتاعه التعاون فبيجيب لي برضو بقيه المهارات وبيدخلني عليهم ودي بتكون عباره عن اسئله بسيطه مجرد ستة او سبع اسئله بتجاوب عليهم وبتاخد اشاره ليهم تمام ممكن القي نظره سريعه عليهم مع حضراتكم انا لغيت التشير وهشير الصفحه الخاصه بالمهارات لحظات ده اللي هو مركز المعلم اللي هو بتاع مايكروسوفت لو انت مسجل عليه حضرتك تمام اللي هو عليه العديد من الدورات ومسارات التعلم اللي انت بتتواصل فيها وبتاخد بديات وبتاخد اشارات وكده وبتاخد نقاط من خلالها ده انا ممكن بدخل على الدوره او التدريب بتاعي تمام وبتجيني الاسئله زي ما أنتم حضراتكم شايفين احنا بناخد بس الاسئله دي كنوع من ال... من الفكرة وتدعيم الكلام اللي احنا ذكرناه او شرحناه لحضراتكم هنا بيجيني طبعا في بداية المهارات دي بتجيني مقاطع فيديوهات المفترض ان انا بكون سمعت الفيديوهات دي عشان افهم الدروس لان هو لو لاحظت بيقول الدرس الاول الدرس الاول ده معناه اول فيديو تم اعداده انت حضرتك المفترض انك بتسمع الفيديوهات دي وبعد كده بعد ما تنهي الفيديوهات سواء كان مقطع او اثنين او ثلاثه او اربع فيديوهات على حسب المهارة فأنت بتسمع آه كل الفيديوهات دي وبتبدأ بيديك أسئلة على ما فهمته وما توصلت إليه من خلال هذه الفيديوهات آه طبعا أنا مش هحل الإجابات الصحيحة لكن أنا هوريك آه برضو في ميزة في الموقع إن أنا لو اخترت إجابة خطأ بيديك الـ الـ بيديك اعلام بالخطا وبيديك كمان اعلام بايه الاجابه الصحيحه عشان تبقى عارفها كتغذيه راجع عليك يعني بيديك الاجابه الصحيحه عشان تكون فهمت الدنيا طبعا انا جبته باللغه العربيه لانه معظمنا كله بيعتمد على اللغه العربيه ممكن حضرتك تختبره باللغه الانجليزيه زي ما انت حابب بالنسبه للاختبار النهائي بتاع الاكاديميه برضو متوفر باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه ما فيهوش اي مشكله وهنتطرق بعد ده لبعض نماذج الاسئله اللي هي بتجيني في الاكاديميه او الامتحان النهائي اللي انا بحصل عليه على الشهاده اه من مايكروسوفت اه اللي هي تبع الوزاره يعني اه تمام اه هنا بيقول لي يمكن مهارات القرن الحادي والعشرين على النحو التالي وجايب لي عده خيارات بيقول لي هل هي ايه؟ هل هي مجموعه من مهارات المعلومات والاعلامات والتكنولوجيا؟ هل هي محو الـ الـ الاميه العلميه والرقميه؟ هل هي مهارات التعلم والابتكار من اجل البقاء في القرن الحادي والعشرين؟ هل هي مجموعه من المهارات المعقده المطلوبه للنجاح؟ هل هي المعرفه والمهارات وممارسات العمل؟ تمام؟ دي عباره عن الاسئله وانا باختار الاجابه اللي هي اصوب والاصح. فرضا ان انا اخترت الاجابه دي هشوف لما هديله تسلم الاجابه هيديني الاجابه دي لو كانت خطا هيديني ايه هي الاجابه الصحيحه ولو هي الصحيحه هيقول لي ان اجابتك صحيحه هنا اعطاني الاجابه خاطئ تمام زي ما حضراتكم شايفين واعطاني كمان ايه هي الاجابه الصحيحه طبعا انا مش من حج ان انا اغيرها دلوقتي انا بمر على بقيه مراحل الاسئله بس انا اللي استفدت اني عرفت السؤال رقم واحد اللي انا جاوبت عليه خطا وعرفت كمان ايه هي الاجابه الصحيحه وقال دي هي عباره عن مجموعه من المهارات المعقده المطلوبة اليوم للنجاح هدخل على السؤال الثاني والثالث والرابع والخامس عشان بس ما اطولش عليكم ده لان دي حاجات انتوا ايه ممكن هتمارسوها وتشوفوها تمام اللي هو قال لي يعتمد اساس تصميم التعلم في القرن الحادي والعشرين بيعتمد على ايه تمام ف انا هختار الاجابه اي اجابه كانت طبعا انت بتكون مركز وشايف الفيديو بالظبط انا طبعا قفلت المهارات دي من فتره طويله يعني وخدت المهارات كلها وخدت البادج والشرط بتاعتها اتمنى من الله لكم طبعا التوفيق فيها هشوف اخر حته معايا او اخر جزئيه معايا اللي هي هقفل هنا وه تمام هدخل على بعض الاسئله النماذج اللي هي بيجيني في الامتحان المهم عندي اللي هو احنا ب... ب... هندخل عليه باذن الله كل طبعا اداره أو كل محافظة في المركز الخاص بها بالتطوير بتاعها وزي ما قلنا إنه الأسماء بتاعتكم هترسل إلى المحافظات بتاعتكم بإذن الله كل اللي عليك إنك أنت هتتواصل مع مسؤول الإدارة بتاع التطوير اللي عندك وهو هيحدد ليك الامتحان بإذن الله الموعد بتاعه وبتروح بتروح رسميا على قوته بيخلق طرف وكده يعني وتمنياتي للجميع ان شاء الله بالاجتياز والنجاح في الام سي -E والحصول على الشهاده العالميه. تمام أه هدخل هنا على بعض النماذج هنا اللي هي ممكن بتجيني ده نموذج من ضمن النماذج و بتاعت الاسئله مثال للسؤال او سؤالين يعني عشان بس نعرف ازاي طريقه الاسئله هي سهله جدا ومبسطه ما فيهاش صعوبه وعندي القواعد حتى لما بيطلب مني حاجات بناءً على قاعدة معينة بيعرض لي القاعدة يعني أنا مش مش محتاج إن أنا أحفظ القواعد هي كل الفكرة إن أنا أبقى فاهم القواعد دي رايحة فين وجاية منين اللي هي شيرة القرارات أو المستويات اللي إحنا إتكلمنا عليها فهنا يعني هناخد مثال على سؤال بيقول لي يقرأ طلاب صف في التاريخ حول المعارك والأحداث الرئيسية ويخضعون لاختبارات تتناول هذه المواد لكل سيناريو من السيناريوهات التالية حد الدعم إذا كان يحول نشاط التعلم إلى واحد يشتمل على بناء المعرفة وفقا لقاعدة بناء المعرفة الخاصة بنظام تصميم التعلم للقرن الحادي والعشرين وإلا في حد الله يعني هو المطلوب مني في الأسئلة اللي هتيجي بناء عن الكلام اللي هو جايله بيقول لي شوف الحياة دي هل هي تنطبق على شجرة بناء المعرفة ولا لا فجاب لي يعني الف وباء ويجيب ودال على اساس دي نقاط للسؤال يعني فبيقول لي يضيف المعلم الواقع المعزز الى الدوره التعليميه ويستخدم الطلاب تطبيقا للهواتف الذكيه ويشيرون الى صوره معركه لارض لدرس تاريخ افتراضي تمام هل هو هنا في بناء معرفه اي مستوى من مستويات بناء المعرفه موجود ولا لا فانا بيجي لي طبعا الاختيار عندي يا اما نعم او لا يجري الطلاب ابحاثا حول الشخصيات البارزه في المعارك ويطبقون تلك المعرفه لكتابه حوار لمسرحيه في فصل واحد حول هذه الشخصيات بعد ذلك يتم تسجيل يتم التسجيل المسرحية وتقديمها باستخدام أوفيس سوي هل تنطبق أم لا تمام طبعا الغرض مش أنا إن أنا أحللك الأسئلة الغرض إن أنا بوريك نماذج للأسئلة بتيجيك إزاي تمام فاتمنى يعني إن يكون ده نوع من انواع الاسئله اللي بتيجي برضو اللي هو بيجيب لي المستويات زي ما قلت لك القاعده هي جايبها لك وجايب لك المستويات بتاعتها كلها من مستوى واحد لخمسه قدامك الظاهرين قدامك انت بس بتكيف الامور اللي بيطلبوا مني ان هو بيجيب لي بعض الاسئله والاجابات عليها وبيقول لي حدد المستويات وهنا جايب لي المربعات المستويات القاعده من واحد الى خمسه وبيقول لي خد المستوى من هنا وانجلوا على ما ينطبق عليه في منطقه الاجابه كمان هنمدكم باذن الله الاستاذ جدري باذن الله هيمدكم برابط فورمز عليه جميع الاسئله بتاعه المستويات والمهارات كلها باذن الله تعالى اتمنى ان يكون يعني الشرح واضح ومبسط لحضراتكم وأرجو من الله تعالى أن, إن أكون يعني وفقت في تقديم ذلك